بعمالة إقليم مديونة، وبالضبط بسوق تطمليل الموجود بتراب جماعة سيدي حجاج. عادت اللحوم من جديد ليستأنف هذا الجزار عمله. لم يكن ليبيع طرفا واحدا من هذا السقط لولا تدخل السلطات المحلية التي وفرت له حرية البيع. سألناه عن المشكل فأجاب: كنشكر السلطات المحلية اللي سيد العامل صيفط لنا القهوة وسعد القايدة واقف معنا بنفسه، والله ينصر سيدنا خلونا نبيعو ونشريو، وكاين الناس كيتقداو عندنا، وين الجزارة حبسونا قالك ما تبيعو ما تشريو، كون ما السلطة ما نبيعو ما نشريو، لوحوا لنا سلعتنا وكرسونا. وحنا هو كتشوف الدرك الملكي وجا كل شيء، جا عندنا مخازنية، جدارمية، القيد، قبطان، رئيس دائرة، كل شيء جاو عندنا، داروا جهدهم علينا باش حنا هو كنبيعو في هذا اللحم ديالنا، ما بغاوش يكرسونا المواطنين الجزيرة، بغاو يكرسونا الجزيرة اللي معانا، الجزيرة اللي معانا كيتعداو، يمشيو يذبحوا في الثوار ديال حيمونة رشيد ويخلصوا القانون ويجيو لنا، ما مانع حتى واحد، وباش غيذبحوا في الدروة ولا في برشيد ولا في، راه ممنوع هادشي، يحولوا اللحم من سوق لسوق راه ممنوع هادشي، يذبح جلب 2600 وانا ذابحو ب 1000 درهم ويبيع بحالي بحالو، ما يمكنش. هالكيطا كيطا نص ديال البطوار باش مخلص سلعه مزيانه تبيعها مزيانه وحماتنا الدوله، وانا باغي نخدم على وليداتي في السوق ما خلاونيش نخدم، باغي كيبقاو يذبحوا هنا في هذا السوق ديال السبت ديال تطمليل، ما خدامش البطوار، ما خدام السوق، خدام صالح والبطوار ما صالحش. ب 2600 انا كنخلص على العجل 20000، 1000 درهم جوج بهم مخلص عليهم 52000 طاكس، وهاد الناس باغي يذبحوا ب 2600، و 2600 مشات بحال ما بقات، عاش الملك. حنا كنجيبوا اللحم ندوز عليه الطبيب ومرخص بالرخصه ديالو، وطابوا لنا على ايد المديره ديال البطوار وايد المدير ديال البطوار وعلى يد السيد العامل مسيني لنا باش نجيبوا ونذبحوا البطوار ديال حي مولاي رشيد، ونجيو للسوق نبيعوا بوجونا احمر، ولو بقات لنا سلعتنا نزوها نديوها نبيعوها فين بغينا، ماشي هي نذبحوها اي. والناس كنبيعوا لهم دابا مخرفين عليهم ناقص عليهم الثمن، كنبيعوا لهم 65 درهم، وخا عندنا الصير وخا عندنا كنبيعوا لهم 65 درهم. كاين بنادم كاين بنادم وحماتنا السلطه كاميو ديال النقل لوحهم صيفطها مع الشركه من البطوار، سيد المدير عطاني الكاميو جا معايا ديال البطوار ديال الشركه، جاب لي سلعتي راه باقا فيه، حابسنا عليا حبسوا عليا الجزيره وانا حماوني السلطه انا يلاه حطيتها، وكنبيع ونشري دابا لا دابا بيع وشاري مزيان الحمد لله، وكل السبت ندير بحكم والحد والخميس نقول الناس يجيو يتقداو، راه اللحم مزيان وراه الجوده مزيانه، وهاد الناس الله يهديهم، هاد الجزيره ديالنا الله يهديهم الله يهديهم، اما باغينش يعيشوا في النقاق، كون هما باغيين يعيشوا في النقاق يجيو حتى هما كراهم البلايص موجودين مسبوغين مصاوبين يحطوا معنا ويبيعوا ويشريوا معنا، ويبيعوا ويشريوا قانوني ويبيعوا ويشريوا معقول، ويذبح 50 ريال كيلو طاكس ما يذبحش عجل ب 2600 في 400 8 ريال كيلو، مش هذاك اللي عاد ريال كيلو، راه جيل خر هذا وزمان خر والوقت كيتقدم، المغرب كيتقدم ماشي اللور، وراه حنا في دولة الحق والقانون وعاش الملك.